هذا المؤتمر الذي نسخة 36. استفدت كثيرا في نفس المؤتمر، ولكن منها استفدت تواضع معال رئيس الدولة السيد الشيخ محمد الغزواني الذي كنا معه البارحة في هذا المؤتمر. رجل متواضع جدا، الله يبارك له ويطول عمره واسكنه في الدنيا والآخرة ويعطيه جنتين، جنة الدنيا وجنة الآخرة. ولكن تلقيت مع الأخ الفاضل العالم العلامة سيد محمد الحفيظ النحوي، شيخ مبروك جدا، شيخ تقي متواضع، استفدنا عنده كثيرا من الأمور، وحتى من تواضعه ودرس عظيم عندنا. الله يطول عمره هكذا ويعطيه صحة كاملة. ولكن ثالثا، قطعة المؤتمر حينما رأينا بعض المواد، التخلق بأخلاق رسول الله، التخلق بأخلاق رسول الله. لما لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والرسول هو بنفسه زينه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو يقول هكذا، وصاحبه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونحن لابد أن نقتديه. فلذا استفدنا في هذا المؤتمر أن نأخذ شيئا عظيم، حينما نرجع في بيوتنا أن نتخلق بأخلاق رسول الله. ما هو أخلاق رسول الله؟ أخلاق رسول الله، قال خالته صاحبة، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قالت الصاحبة، أي صاحبة؟ أمنا، كان خلقه القرآن. فلذا كل واحد منا لابد أن يتزين بأخلاق رسول الله. ما هو الأخلاق رسول الله؟ خلق رسول الله هو القرآن، أي يطابق القرآن. إذا قال القرآن هذا لا تفعل، لا يفعل، هذا افعل، يفعل. هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا أدعو الله أن يصلح أموركم أهل موريتانيا، الله يجملكم بالصحة والعافية، الله يجمعنا هكذا في العام القديم إن شاء الله وعام المتقابل. إن الله ميسر يسير بهذا، كما التقينا اليوم نلتقي في العام المقبل إن شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم.